السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. هل صحيح أن الملائكة ترى وتسمع الله تعالى؟ وجزاكم الله خيرا سيدي مصطفى، بارك الله فيك على هذا السؤال. سيدي مصطفى، بالنسبة لرؤية الله تعالى في الدنيا، الصواب أنها لا تثبت. وموسى عليه السلام حين سأل الله تعالى أن ينظر إليه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وخر موسى صعقا، يعني لما تجلى الله تعالى للجبل قيد أنمله كما جاء في بعض التفاسير، صعق هذا الجبل وخر دكا، سبحان الله. فلما أفاق موسى عليه السلام قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. فهذا الأثر على عمومه يدل على أن ليس أحد من الناس ولا من الجن ولا من الملائكة يرى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة. بعض الفقهاء خصوصا من متكلمة المعتزلة يعني رأوا بأن الله تعالى لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، واستدلوا بقوله تعالى لن تراني، لن تراني، قال لن تراني، فالله تعالى قال لموسى لن تراني. ولكن يعني هم قالوا بأن لن هذه تفيد التأبيد بمعنى لن تراني أبدا، والصواب أن لن لا تفيد التأبيد. وأذكر يعني بيتا لابن مالك رحمه الله تعالى في كافيته يقول ومن يقول بنفي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. فلن هذه لا تفيد التأبيد، ولها أدلة من يعني القرآن كذلك أو من السنة وشواهد من لساني أو من لغة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يقول إنكم سترون الله يوم القيامة لا تضارون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته، يعني ما غاديش يوقع بسبب الزحام أنكم شي غادي يضرك شيء، كلنا غادي نشوف الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا كنا من المسلمين. نسأل الله تعالى وإياكم، نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرة الذين يرون ربهم يوم القيامة ويتلذذون بنعيم رؤية الله سبحانه وتعالى. وأي نعيم في الجنة أعظم من نعيم رؤية الله سبحانه وتعالى؟ فالجنة كلها وملذاتها وما فيها من خير ولذة وطيبات وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كل ذلك إنما هو نزل للمسلم، كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والنزل مستمعينا الكرام هو ما يعد للضيف حينما يدخل أول مرة، يعني الإنسان كي يجي عندك الضيف كتحط ليه واحد الكويس ديال أتاي وغريبة وزويتة وخبيز إلى آخره، هذا يسمى النزول، يسمى النزول، حليوات قاطو هذا كتسمى النزول، يعني أول ما يعد للضيف. ولكن بعد ذلك يأتي الكرم الأكبر اللي هو يعني اللحم والدجاج والبسطيلة والمحنشة وهذه الأنواع، يعني ما لذ وطاب من 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 هذه المأكولات. يعني أنا كنذكر هذه المأكولات وحدها لأنها هي المتعارف عليها يعني في مجتمعنا. فكذلك يوم القيامة، فهذه الملذات كلها وهذه الجنة بأنهارها وطيباتها وما تشتهيه الأنفس فإنما هو نزل، فهو يعني أول ما يعد للضيف حينما يدخل الجنة. ولكن أعظم النعيم وأعظم الكرامة أن ترى الله سبحانه وتعالى، أن ترى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لا حرمنا الله وإياكم مستمعين الكرام من رؤية الله يوم القيامة. فنقول سيدي المصطفى، الظاهر أن الملائكة كذلك هي داخلة في هذا الخطاب، وأن لا أحد يرى الله سبحانه وتعالى إلا يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور والنار، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.